قناة في أما كويزين. كما ديما فيديو جديد بوصفة جديدة، اليوم غادي نحضر معكم لاكلاص منزلي سهل واقتصادي وسريع التحضير وبطريقة مبسطة. إذا تابعتوا معايا الفيديو غادي تشوفوا بلي راه اقتصادي وكيوجد دغيا وكيعجب الصغير والكبير. قبل ما ندوز معكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتركوا في القناة ديالي إلا كنتوا أول مرة غادي تشوفوا القناة، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي يحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، علبة ديال الكريمة لاموس بنكهة الفاني، وغادي يحتاجوا كاكاو وصيبة. دابا ندوزو طريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا عندي هنايا الحليب كان عندي في المجمد وانا نسيتو شوية في المجمد، بالحق ماشي مشكل. وغادي نضيف العلبة ديال الكريمة اللي كانت عندي حتى هي في المجمد. هاد المكونات كنوضعوهم في المجمد حتى كنكونو غادي نستعملوهم، عاد كنجبدوهم باش كطلعنا الكريمة ديالنا مزيان. غادي نخلط مزيان، دابا كما كتشوفو غادي نطلعو الكريمة ديالنا مزيان بالخلاط الكهربائي حتى نشوفو الحجم ديالها بدا كيتضاعف. كنوقفوش يدينا على التحريك حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا، وكنشوفوا الحجم ديالها بدا كيتضاعف. وهنايا كما كتشوفوا قسمت الكريمه على جوج، كميه الاولى وكميه الثانيه. دابا غادي نوضعها على جانبا وندوزو نحضروا الكميه الاولى. هاد الكريمه غادي نستعملها بهاد النكهه، بالنكهه ديال هاد العصير هذا. وانتم تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتوا، فلان ديال الفريز، فلان ديال الكراميل، ديال الشوكولات، تقدروا تضيفوا معها مكسرات، فواكه مقطعه اللي بغيتوا. وغادي نخلط مزيان كما كتشوفوا، وغادي نضيف الكميه المتبقيه. وهكذا كنستمر في التحريك حتى كنشوفو الكريمة ديالنا بدات كطلع. هذا هو الشكل الاول والذوق الاول، ودابا ندوزو نحضروا الشكل الثاني. كميه ثانيه اختاريت نعملها بكاكاو. وغادي نخلط مزيان. انا هنايا زدت شويه ديال السكر، وانتم تقدروا تزيدوا السكر او لا، كيبقى حسب الذوق والرغبه ديالكم. وغادي نخلط مزيان بهذه الطريقه حتى كنشوفوا الكاكاو ديالنا تخلط مع الكريمه.
ودابا كما كتشوفوا الكريمه ديالي ها هي واجده، قسمتها على جوج ديال الاطباق، ثم تقدروا تقسموها على ثلاثه على اربعه وبعده اطباق والنكهات اللي بغيتوا. ودابا هنايا عملتهم في بواطات وغادي ندخلهم المجمد لمده ديال 5 ساعات او 6 ساعات، او تقدروا تخليهم ليله كامله. وهذا كما كتشوفوا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص اللي حضرت معكم، لاكلاص منزلي ساهل واقتصادي، غير اللي ما بغاتي تفرح راسها وليداتها في هاد الحراره راه كيجي مزيون ورائع. انا زينته هنايا بالشوكولاته فيرميسيل، وانتم كيبقى لكم التزيين حسب الاختيار وحسب الذوق وباللي متوفر عندكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد وصفة جديدة.